آخر عندنا بكرة في الدوحة، ومصر موجودة، سيادة الوزير عباس كامل موجود في المفاوضات، ويليام بيرنز ورئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA مع رئيس الوزراء القطري موجودين بكرة في الدوحة للمفاوضات اللي كان تم الاتفاق عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن. بص يا احمد، كلنا عندنا امال على بكره مؤتمر الدوحه. والناس بقت تسال الله، يعني الدوحه الاول مش مصر؟ انا عايز اقول لك حاجه. لا، ما هم موجودين عندنا النهارده. لا، ما انا عايز غير كده. بس لما بيتعمل في حته الاول القعده في الاتفاق، التوقيع هيبقى فين؟ نعم، عندنا في مصر. عشان بس تبقى الناس فاهمه يعني ليه كده بنبدا الاول. ما علينا. النهارده اجتمعوا كلهم، وفعلا نتنياهو بعت اللجنة الكاملة الإسرائيلية، الموساد والشباك والعمليات بتوع رئاسة الأركان راحوا بالكامل هناك. نخش بقى على السنوار. السنوار حقيقة عمل مبادرة كويسة، رغم ان كل الناس قالت لك ده هيبقى متشدد. قال انا مش عايز ابدأ من الصفر، انا عايز ابدأ من الاتفاق او العرض اللي قدمه جو بايدن، اللي هو اصلا كان مصري، فاكر؟ مصر الاول قدمت هذا الاتفاق، وافقت عليه حماس، واسرائيل فوجئت راحت راجعه فيه، فجو بايدن راح مقدمه تاني. فحماس حقيقي قالت ان انا مش هبدا من الصرف، هنبدا من الاتفاق اللي احنا وقفنا عليه المره اللي فاتت اللي هو قدمه جو بايدن، واعتقد كان اتفاق كويس على 3 مراحل. ويعني المهم مش هنخش فيه في التفاصيل، ولكن هنقول ان هو ده الاساس اللي هيبدا عنده. في بعض المشاكل الصغيره هتتحل. تمام؟ لا، بكره ممكن يتحل كل حاجه ولا؟ طبعا. ما بقول لك اللي باقي كلها مشاكل هتتحل. يعني اسمه ايه دوت السنوار طالب ان يطلع من الناس اللي هيخرجوا البرغوثي واحمد سعدات. تمام؟ هم طالبين الاسرائيليين الناس بتوع شمال غزه ما يرجعوش للجنوب. كل دي حاجات بسيطه هتتحل على الترابيزه، بيسموها نيجوشيبل قبل للتفاوض. فاعتقد انها هتتحل، ويبقى بعد كده اعتقد الموضوع ده هيتمضي عندنا. ميزه بقى ان شاء الله لو اتحل هذا السلام ايه؟ لا، قبل ما نروح ميزه. طيب. هل متوقع حضرتك في حاجه هتحصل في الدوحه، ولا زي كل مره احنا مره وصلنا خلاص تشوف اتفاقه في الاخر باظ، فممكن على اخر لحظه ولا المره دي يعني الضغط لان اللي بيبوظ كل حاجه كل مره مين؟ نتنياهو. نعم، بيجي يطلع بمشكله جديده يبوظ اللعبه. المره دي امريكا ضغط على نتنياهو. ليه؟ لان ايران قالت لك اذا تم اتفاق سلام انا مش هضرب الضربه. طب الحمد لله، فهمتني؟ الحمد لله. طبعا بالمناسبه حضرتك في المداخله بتاعتنا اتعرضت اول امبارح يومين بالكامل على القناه الاولى والثانيه في ايران 4 5 مرات، مداخله حضرتك معايا واحنا بنتكلم على الجيش الايراني، ترجموها للغه الفارسيه. لا بجد والله؟ والله يا فندم. والله ده جالي كذا. المهم يا فندم، وطلع على التيك توك، ممكن اي حد يفتحها. نعم، ويشوفها، هتلاقيها مترجمه باللغه. فايران قالت احنا مش هنضرب، عايزين لو حصل اتفاق مش هنضرب. ودي حتى انا كاتب مقال الاسبوع الجاي في الاهرام، ايران في ورطه. لانها ايران لازم ترد. وقالوا هنكسر وهنضرب، ولكن الرئيس الايراني الجديد قال ايه؟ قال لا انا مش هضرب. ليه يا احمد؟ هم خايفين من ايه؟ لو ضربوا اسرائيل، الضربه الثانيه اللي هترد اسرائيل هترد على ايه؟ على المفاعلات النوويه الايرانيه. ايران على بدايه السنه الجديده 2005 هتعمل ايه؟ 2025 هتنتج 5 قنابل نوويه. فالنهارده ايران بكل الطرق عاوزه تاجل الضربه دي. فاكر الضربه اللي فاتت وانا عندك هنا وقلت لك انها تمثيليه؟ صح. وكل الناس قالوا ازاي؟ وطلعت تمثيليه. صح. فعلا 350 صاروخ فلسطيني وطياره مسيره عوروا بنت بدويه في صحراء النقب. نعم. المره دي ايران مش عايزه تضرب. مالها لان